يخرب نادر ابو الليف جاله دور برد زي اي حد ممكن يجيله دور برد سخن شويه. اخد دواء الظهر طلع غلط، اخد حقنه اكيد كانت مش مظبوطه، حصل له اعراض كبيره جدا والرئه تضخمت بشكل اوقف قدرته على التعاطي مع الحياه. فضل في غيبوبه بين ايدين ربنا لايام طويله، لاكثر من 20 يوم وهو مش مدرك اي شيء حواليه، والناس اللي يعرفوه بيطلبوا الدعاء له ادعوا لابو الليف. محدش كان فاهم هو ايه اللي عنده، محدش عارف ايه المرض النادر ولا الفيروس الغريب ولا ايه اللي حصل له بالظبط، وهو ليه مش قادر يتنفس، وهو ليه قالوا انه مش هيعرف يغني بعد كده. يعني في كلام كتير اتقال، طبعا هو ما سمعش ولا عرفش حاجه منه على الاطلاق، لان زي ما قلت هو كان في دنيا تانية خالص. ايام وهو في الجب او في البير الغويط ما عرفش حاجه، منفصل علاقته عن الدنيا، لحد ما شاف حاجه غريبه جدا. حاجه غريبه شاف في منام وهو في الغيبوبه، شاف حاجه غريبه، شاف جدته اللي متوفيه من اكتر من 20 سنه بتزعق وبتقول له انت ايه اللي جابك هنا، وبتزعق لكل الاموات اللي في عيلته، ابوه وامه وعمامه، بتقول لهم لسه بدري عليه. حاله غريبه جدا، ما تعرفش هي نوع من الضوء ولا رؤيه ولا حلم، بس بعد ما شاف جدته بالهيئه دي فتح عينيه وعادت له الحياه حيث كادت ان تنقطع. نادر ابو الليف راجع الحمد لله بصحه وبقوه، ويحكي لنا اللي حصل، لان احنا لحد اللحظه دي مش فاهمينه ومش فاهمين ابعاده. الفنان نادر ابو الليف. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. اللي سألناهم عليك قالوا لنا كتب له عمر جديد. فعلا. الحمد لله. الحمد لله. أنا 20 يوم بعيد عن الدنيا خالص. فوق. بس الصورة حتى واضحة جدا يعني. غيبوبة كاملة. غيبوبة تامة. واجهزة تنفس يعني ما بتنفس. مش داريان بأي حاجة أساسا. نهائي. أنا مع الله بين إيدين ربنا 20 يوم وخمس أيام بيفوقوني الدكاترة. الحمد لله فقت من الغيبوبة بعد خمس أيام. يعني 20 يوم غيبوبة تامة وخمس أيام بحاول إن أنا أفتح عيني. أنا شايف أشباح، ده كونسولت ودكاترة حواليا، شايف أشباح. ومفيش نفس، مش عارف تتنفس. لا نفس ايه، انا معمول لي شقه حنجري هنا اهو عشان يحافظوا على الاحبال الصوتيه، عشان لما اجي اغني تاني ما يبقاش الاحبال باظت. ايه اللي حصل؟ انا عرفت انه جالك دور برد عادي. هو برد. انا في حفله بلاي باك كده طالع في كومباوند قريه. وفجاه لقيت نفسي بترعش اخر اغنيه. لقيت نفسي عظمي بيترعش. فقلت خلصت الاغنيه ونزلت، الجمهور ليه حق عليا فعايزين يصوروا معايا. وقفت بقى وانا عرقان طبعا، لان طبعا على الستيج. فوقفت اتصور معاهم بس بقى خلاص. الوقفه دي البرد اتمكن مني. فعلى بال ما خلصت صورت طبعا مع كل اللي في الكومباوند، وخدت بعضي وركبت العربيه ورحت البيت. مراتي طبعا مستنياني، فقلت لها اديني البس اي حاجه تقيله. لبست سويتر جايبه معايا، كنت في حفله في هولندا. لبستهوني. بعديها قلت لها انا سقعان لسه، لبستني روب بردان. الحراره بتطلع اكيد، وحراره طبعا عاليه. بس ما كانتش العلو الا لما نزلت بقى اسكندريه. قعدت غطيتني باربع بطاطين. انا ما بحبش التكييف عموما، فمش جايب في البيت تكييف. فقلت لها جيبي لي دفايات، هاتي لي دفايتين باي سرعه باسرع ما يمكن. نزلت اشترت دفايتين وجت مفيش فايده، بتنفض. قلت لها كلمي الاجزخانه، عندي اجزخانه فيها دكاتره صيادله. كلمتهم قالوا لها ده في ثلاث حقن في حقنه لمده ثلاث ايام كورس عشان البرد. قالت لي، فقلت لها اوكي هاتيهم. فجبنا الثلاث حقن في حقنه
وادهم لي الدكتور اول يوم. تاني يوم والد مراتي اتصل بيا، هو حمايا ووالدي في نفس الوقت يعني، مش حما يعني، ربنا يديله الصحه الحاج ابراهيم ويبارك له يا رب في صحته وعافيته يا رب. فكلمني قال لي انت يا عم انت ما وحشناكش ولا ايه، وشويتين بقى اللي هم ايه بيجيبوا الواحد يعني. فقلت له لا طبعا وحشتني ما اقدرش. فقفلت معاه قلت له بقول لك ايه يا ورد، ما دام بتاعت اسمها ورد، قلت له بقول لك ايه يا ورد، ما تيجي ننزل بقى اسكندريه، يلا هاتي هدومك غير يوم واحد، انا بعمل بروفات مسرحيه اسمها حوش بديعه. فقلت له بقول لك ايه، وهنفتح المفروض الجمعه ومش هيبقى في وقت ان انا اخدها وانزل اسكندريه. فقلت له بقول لك ايه، ما تيجي ننزل اسكندريه يوم ونرجع. نزلنا اسكندريه، اللي حصل بقى الحراره ارتفعت جدا، بقت 41 وشويه وشروط وشرط، 7 شرط أو 6 شرط، اللي هو مت بقى خلاص، جسمي بيطلع دخان. يعني الحقنه اللي خدتها دي كانت حقن صحه بس انت لا حقن للبرد، مصل البرد عادي. فتاني يوم المفروض ان انا هرجع مصر عشان خاطر ايه البروفا. نزلت طبعا مش قادر اتحرك نهائي، وعمال اتنفض اترعش وحراره عاليه جدا. فضلت قلت لها لا اتصلي بدكتور، هاتيلي دكتور دلوقتي حالا. خلاص بقى انا بقيت بدات اخطرف، بدات اكلم والدي الله يرحمه. والله بدات اكلم والدي وانا جاي لك يا بابا ما تقلقش، وانت وحشتني. الحاج والد مراتي هو اللي بيقول لي الكلام ده، انا بعدي من على البقى. فوق ال 41 الحراره. 41 وست شرط او سبع شرط. فوالد مراتي بقى يقول لي، اما فقت بقى ورجعت الحياه تاني لقيته هو اللي بيحكي لي. فالدكتور لما جه بيكشف عليا بالسماعه لسه بيعري ظهري، في دخان طلع صهد كده من جسمي. قال لها لا ده يتنقل دلوقتي مستشفى. وادوني الحقنه بتاعه النزله الشعبيه. تمام، خدت الحقنه من هنا بتاعه النزله الشعبيه، لقيت نفسي في دنيا تانية خالص. ليه بقى؟ مش في الدنيا، رحت بقى في الغيبوبه. ليه؟ لان الحقنه بدل ما هي تموت الفيروس كويس، زودت الفيروس. بدل ما 1000 سي الفيروس 1000، يعني حقنه مش غلط، مش ما كانش المفروض تاخدها يعني. لا هي المفروض اخدها ولكن مش دي، حقنه تانية. فانا خدت الحقنه ديت للاسف نشطت الفيروس، بدل ما 1000 بقى مليون. اوكي، عملت تضخم في الحجاب الحاجز وفي الرئتين، قفلت الاكسجين عني، دخلوني على العنايه المركزه بقى. طبعا مراتي في اللحظه دي يعني ما اقولكيش، انهارت واتدمرت ومش عارفه تعمل حاجه، اول مره في حياتها تتحط في موقف زي ده ومش عارفه تتصرف. انت اكيد الدكتور صاحبك ده قال لك ما ينفعش تتنقل من المستشفى، لانه لا ده أكيد الدكتور بقى اللي هو يعني انت اكيد لو في ايدك كنت هتقول لهم ودوني او اهلك ودوني مستشفى يعني. ما هو انا برضو انا مش هكذب على حضرتك، ما عنديش امكانيه ان انا اخش مستشفى خاصه. التامين بتاعها كام والعلاج بتاعها كام؟ انا كتر الف خيره ايمن بهجت قمر ابن اختي اللي انا خاله، كلم مراتي وقال لها اللي انت عايزاه، ما تحمليش هم اي حاجه. قسما فعلاً بالله طبعا فعلا. الله. طبعا ده حقيقي يعني، الحق يقال. والله جدع يا ايمن، والله العظيم ثلاثه يتحسب له في ميزان حسناته انه وقف جنبي. هو طبعا ابن اختي مش مجبر انه يقف جنبي، ولكن للظروف اللي انا كنت مبر بيها كتر الف خيره انه يقف جنبي ويتصل بمراتي ويقول لها ما تحمليش هم اي حاجه، لو النقابه ما وقفتش جنبه وما عملتش ما تحمليش هم اي حاجه انا جنبه. بعت لها كذا مره فلوس. ما هو دي حاجات تتقال لان دي جدعنه واحد ابن بلد اصيل بامانه يعني. طبعا وبشكر نقابه المهن الموسيقيه من خلال برنامج حضرتك الجميل.